فزي ما كنت بقول، الجزء بتاع اليوزابيليتي تيستنج ده طبعا اهم حاجه ان احنا نحدد ايه اللي ممكن نعمله بالظبط. يعني الاختبار نفسه هو عباره عن ايه؟ لان انا ممكن اجيب الجهاز لحد واقول له جربه كده وما بقاش محدد له اي حاجه، فبالمنظر ده ممكن هو يعتقد ان الجهاز سهل، بس اكشوالي ما هو يعني فعليا هيبقى الجهاز برضه نفس المشاكل الموجوده فيه. لازم اقول مثلا الدكتور تعالى اعمل بالجهاز ده الفانكشن الفلانيه، اوكي، حاجه محدده من الحاجات اللي هو بتطلب منه في الاكشوال يوز، كويس، ونشوف هيعملها بشكل افكتيف ولا لا، ونطلبها منه كذا مره عشان نتاكد ان هو يعني هل هي سهله بالنسبه له ولا مش سهله. نتكلم على ان احنا يعني الحاجات اللي لها انتسيبيتد ريسك ليفل، نبتدي نشوف هو اليوزر في الحاجات اللي هي ممكن يبقى لها ريسك هو بيعمل فيها ايه بالظبط. نبتدي نلاحظ في اليوزابيلتي تيستنج دي الان انتسيبيتد ايرورز، يعني هو دلوقتي هو بيشتغل ايه الاخطاء اللي بتنشا وما تكونش اكسبكتد، يعني هو ممكن يغلط فيه وهو بيشتغل. ممكن نتكلم على السبجكتيف اسسمنت برضو، ان احنا بنتكلم على هو نفسه شايف ايه اللي في الجهاز ممكن يبقى فيه مشكله، الحاجه الاحساسه هو الشخصي، سبجكتيف ايفالويشن يعني بتاع اليوزر انترفيس نفسه عامل ازاي. طبعا بتعتمد على الاكستنت اوف تيستنج افورت، زي ما كنت بقول اليوزابيلتي تيستنج دي لو انا عملتها ب 15 دكتور زي ما كنت بقول او 15 انديفيديوال، غير لما اعملها ب 150، فطبعا دي بتعتمد النتيجه منها على انا يعني وصلت لغايه كام دكتور او كام بارتيسيبنت في الايه في التستنج دوت. appropriate test participants دي مهمه جدا، ان انا اكون عندي المجموعه اللي بتعمل تستنج دي تبقى diverse وتبقى بتعبر لي عن ال actual distribution of users اللي بعد كده هيبقوا موجودين في الايه في الـ في الـ actual clinic او الـ actual hospital. طبعا يستحسن نعمل تريننج قبل التستنج علشان ما يبقاش الطبيب او اليوزر اللي انا بخليه يشتغل على المكنه دي يبقى في حاجات هو واقف فيها نتيجه ان هو بيسكلي متلخبط في المكنه، يعني مش عارف هي بتشتغل ازاي. لازم اديله تريننج مش بطال، زي ما هدي تريننج بالظبط للناس التانية اللي هتشتغل في الجهاز ده في المستشفى، وبعد كده اخليه يعمل التستنج عشان يبقى ايه، يبقى على الاقل عارف الجهاز المفروض يشتغل ازاي، ويجرب هو لما بيشغله هو بقى يبقى عارف هو بيشتغل ازاي، وممكن يعني يبقى الخطأ في استعمال الجهاز ما يبقاش نتيجة للجهل بعد بطريقة استعماله. طبعا احنا المفروض ان احنا برضو يبقى في عندنا ناس من ديزاين انجينيرز يبقوا مع الناس اللي هم الاطباء او الستاف اللي هو كلينيكال ستاف اللي هو بيجرب المكن، بحيث لو في حاجة معينة في الاستعمال هو مش عارفها او ما هواش فاهم بتتعمل ازاي، ممكن ان هي تبقى برضو اكنها تريننج اون سايت، يعني يقدر يفهمها هو بتتعمل ازاي، وطبعا هو بعد ما بيتعلمها هو بيعملها بنفسه، فهيقدر برضو يدينا برضو المعلومه اللي احنا عاوزينها. طبعا سامبل سايز زي ما كنت بقول، يعني مش احسن برضو يبقى عندنا عدد اليوزرز او عدد البارتيسيبانتس في اليوزابيليتي تيست ما يبقاش قليل.